رئيس الوزراء حكومة الفدرال كاسمالي مدنا حس على غيرها يا سب الله رن لوجس الدواي مجال ذا قردة قبل ككركار استجون لكم وحجرت كمجال ذا سي وري هنا نمع حسن بكال يا ينام بقادسا سودوين تم بلارن لوجس سودوين يا رئيس الوزراء الصومالي وفتي بلارن وهرك عيا ومالمهم بقصونا مجال ذا قروة عاصمة بوت لنا يا مانت سو قارم مجال ذا قردة سودوين مقام كيدو سريو لوجو هرت رئيس الوزراء هاي وفتي جس درويت كمجال ذا قردة يا سلام لنا حق هذاي دمان برشدي سودوين سي شعب كورو حيي سورد رئيس الوزراء هاي على مدى بونتلان يا الصومالية أي الله سوق قلبي جودها مجال ذا قرر سكون رئيس الوزراء هي وفد جيسو كل حلوجين ودوين كواوين مجال ذا قرر انت سكدي وحا وهرين مجال ذا كسود ويا مدى حدا قبل كي دجمدا ويقول ريان دوق دجمدا قرر مدر عبد سعيد عثمان يقدم يها قبل كركار عبد الله براعته madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo Soomaaliya ku weheliyay ra'iisul wasaaraha ayaa madasha ka hadlay wuxuuna u mahadceliyay shacabweynaha reer qardhood oo aan u kala harin soo dhaweynta wafdiga رئيس الوزراء الصومالي حسن علي قير ومضاش كهل لي أي شعب كرير قرر آد وقو أماني سيدا يقوم وقتو قرن شعيلك وحونا آد وقو أماني قوبها تاريخ قا حلق قميستها أو إلا حد أي كم وقتو أستامي الصومالي لماذا gabagabada waxa uu booqday ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qayre labada hooy oo magaalada qarar ay ka degan yihiin Boqor Burhaan Boqor Muuse iyo Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaaciil wuxuuna la qaatay kulamo isxog wareysi oo u badnaa shirka nabadeynta ee caawa lagu soo gabagabeeyay magaalada qardho kaas oo Boqor Burhaan Boqor Muuse dhawaan gogoshiisa fidiyay nimca Xasan Bakaar warbixinta SBC magaalada qardho